ايوه طب وحاولوني. شوف هلا هاي هون كلها قديمه، استهدفوا ال ال المنطقه اللي ما فيها شوارع مشان سكانها ما يبركوا. هل صار لا فرجيك لسه في مناطق ضربينا، يعني المنطقه الحارات القديمه اللي ما بيدخل عليها السياره عم يدخلوا برجلهم، هاي يعني هاي كلها بقى بدها هد لحتى يقدروا يبنوها عن جديد، وكلها حاويات وبراميل وشعب اعزل هشلون، حرام والله حرام، كلها ضرب همجي. شكينا الامر الى الله. روح لفرجيك لسه في مناطق لسه ما شفتها عندي، تفضل روح معي. يلا بفرجيك حارات لسه قديمة. ايوه هلا هاي حارات قديمه، يعني لا سياره بتدخل ولا تركتور بيدخل. هلا العالم هاي اللي تهجولت وطلعت لبرا اذا بدها ترجع ما بقت لها مأوى، اذا ما مستقبلا غيروا خريطه الضيعه، شقوا الشوارع على اليمين وعلى اليسار وعلى القبلي والشمال والغرب والشرق ما تنسكي. ومعظمهم يعني اذا بدي اقول لك يمكن بعتقد فوق ال 500 عيلي، ويمكن فوق ال 500 عيلي هاي ما ضل لها مأوى، كلها بالبراميل وبالحاويات وضرب همجي. ولك وشو بدكم من هالشعب الاعزل يا رجل؟ شو بدكم منهم؟ هاي السوار على جبهه جبل 40 واجوهم واجوهم واجوهم، هاي موجودين سوار جبل 40، ليش ما بتواجوهم؟ هاو ايش بدهم؟ على اساس اني بيدعوا انه بدهم يرجعوا الامن ويرجعوا مستقبل الشعب. طيب وين مستقبل الشعب ووين امن الشعب اذا شعب عم بيدمروا دمار كامل وعم بيدعوا عنا نحن ارهابي؟ لك نحن اذا كنا نحن ارهابي نحن بنرفع براسنا، عم نرهب العالم الغرب والشرق، بس هني اللي زرعوا الارهابي. تفضل معي. هاي قديمة هون من فترة كم يوم اجت برميل مدري حاوي. تفضل هلا سيارة اشو بدها، شلون بدها تدخل سيارة اذا بدها تعزل، اذا بدهم يعزلوا هالمنطقة شلون بدها تدخل سيارة اذا رادوا يبنوا هالبيوت اللي دمرت على صاحبنا؟ شلون بدهم يبنوها اذا ما شقوا شارع على الغرب والشرق ما بتنبنى؟ هلا صاحبينا الله عليم بسنتين بثلاثه باربعه بخمسه بعشره ما يرجع على الدار الله اعلم. تفضل معي. قال بدعوا عنا نحن ارهابي، هذول السكان هالدور هذول كلهم ارهابي، وكلها والله كلها عمال. والله كلها عمال اذا ما اشتغلت على ايديا بالعمل ما بتحسن، بتجود لقمة الخبز. اذا هودي صاحبين الدور انا بشهد لهم بالدنيا بالاخره، اذا ما اشتغلوا على ايدهم وجادوا ربطة الخبز ياكلوها ما بسنوا بيعيشوا. هذول صاحبين الدراويش الله يكون بالعون. وهودي ارهابي.
قال بدي نرجع الامن. قال الجيش اذا دخل بدي عم يرجع الامن والبشر بيرجعوا قال على حاله. هذا ترجيع امن؟ شوف ليه. طيب ليش كل هالشيء عم يعني يضربوا التلاتة حجي؟ ليش يعني التلاتة؟ فيها سوار يعني التلاتة؟ ما في شو هالسوار؟ ناس سوار على بجبل الزيبي بجبل الأربعين. وين السوار؟ وين السوار؟ وين السوار؟ كنا موجودين بجبهة جبل الأربعين يواجهون روح يواجهون، نحن عزمنا. طيب هالعالم هاي وين راحت هاي كلياتها؟ كلها تهجولت مشري بالمسرائيب بطل الطوقان براس العين تهجولت عند البشر. ما في هلا ما عم يضربوا هون بالضيعة يقولوا فيها سوار؟ ما في سوار، وين السوار؟ السوار وينهم؟ كلها هاي البيوت فاضية؟ هاي كلها بالضيعة. وينها الضيعة؟ كلها هجوة اللي طلعت لبرا، طلعت هي ولادها ونسوانها والكبيرين والصغيرين. ما ضل حدا. طيب وين بدهم يعيشوا؟ بدهم يبركوا هوني لا 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 لتحت تحت 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 تصف البراميل. شيء بيخل العقل لك وضيعة يعني نسبة ليه؟ نسبة الضيعة الله وكيلك كلها معظمة والله فقرة ودراويش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوف طب حاوي هون هلك وهالدور على اليمين وعلى اليسار كلها معظمة الضيعة كلها فقرة ودراويش الله يساعد. حكيت لك قلت لك اذا ما اشتغلوا على ايديهم عمد والله 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 اكلوني يجوا. هاي الضيعة ارهابية وهذيك ارهابية. صار الولد اللي عم تجيبه امه طلع صار ارهابي. امه اذا ولدته هلا لسه عم يسخن تازة صار ارهابي. هذا عمار قديم هون. هذا قديم هذا هون. هوني أثر قديم. لا هيك خلون يتفرجوا العالم. هذا بيت يا تاما. أيوه. هذا هوني بيت يا تاما. يعني صفوا بالبرية قاعدين. الله يساعد. هوني قرايبين هون. كمان يا تاما. هاي ايمت هذا القصف؟ هذا القصف جديد يعني؟ ايه من جديد ما له زمان. أيوة. ما له شغلة 10 ايام 15 يوم. ليه بنحاول الناس دي؟ هديت الدور كلها. خلينا نقرب والله جوره كبيرة كأنه. تعال تعال هون نحاول. نازلي. هون ما في حدا، يعني ما في سوار ولا في مقاومة من هون، ما في شيء، المعركة فوق. اجوا طبوا الحاوي هون. فرج البيوت ايش صار فيها. يا اخي هلا ليك هلا شوف هلا هني هاي من هذا المردوم هلا هني والله كبيرين مبين علي كبير كثير. فرج من هذا المردوم هذا كله هلا هذا اللي نزل ارتدم هون. عم بقول لك اقسم بالله العظيم الباري المقيم انا بشهد في الدنيا في الاخره يا هالضيعه هون ما في حدا من السوار هوني والله ضربوها ظلم. والله السوار ما فيها سوار. اللي بيقول لك اللي بيقوله نظام بيت الاسد انه قريه كفرلاته في جبل الزيبي فيها سوار الا لك كذب. خلي يشهد علي العالم الغربي والشرقي والمسلمين كلها على بعضها واقسم بالله وانا اشهد الله يوم القيامه شاهد على ذلك يا هدا ما فيها سوار. السوار تنا بجبل 40 مربطين.
يعني السوار ما بيتمركزوا بين لا البنايات. لا 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 ما في ولا حاسر ولا حتى صار مقاومه خالص يا رجل. الطيران الحربه الميج من ميل، والبراميل من اتجاه، والحاويات من اتجاه، والراجمات راجمات الصواريخ، هل الدنيا راجمات الصواريخ. واللي بيقول لك انه فيها سوار قاومت السوار قاومت الجيش النظامي من قريه كفرتا بقول لهم كذب، ما في سوار. سوار ثلاثة كلياتها، كل شيء سوار كلياته بالجبل فوق المقاومة، والمعركة فوق بالجبل. ليش؟ حرب الضيعة حرام ثلاثة. لئم كله لئم، يعني كله لئم على هالشعب، يعني هيك لئم على الشعب بالشدون عادي تقوم الشعب. هذا الأمن وهذا الاستقرار بيدعوا انه بدنا نرجع الامن والاستقرار. وين الامن والاستقرار؟ الضيعه معظمها واكثر من نص ما لها مأوى، ما بقى لها مأوى. تفرج العالم عايش في كل شيء مثل ما هو، طالع من بيوتها تنفذ بروحها. يعني ما يغرك، هذا مو زلزال، هاي حاوي من بشار الأسد، هذا مو زلزال. حاوي استقوى على هالضيع، استقوى على هالضيع، على الشعب اللي بريء اللي أعزل. بس رغم كل هالدمار ورغم كل هالهدام ورغم كل هالشهداء، بإذن الله مستمرين لأسقاط النظام بإذن الله. خلي يسمعني الغرب والشرق، والله إني لا أخاف إلا من الله، ولا وما بحط في قلبي مثقال ذرة مخيفة إلا من الله. يا هالضيعة هاي ما صار فيها مقاومة ولا فيها واحد ثورجي. السوار كنه بجبل 40، بدكم تتحدون روح تحدون. هيك علنا خلوني يسمعوني الدول الإسلامية كلها. إذا بيقولوا في جبل الزاوية في قرية كفرلاتة إنه فيها سوار قاومت الجيش، إنهم كذابين. وأقسم بالله وأنا الشاهد يوم أحكم الحاكمين، ما في سوار ولا فيها طلع فيها مقاومة. بس حرام عليهم هالشعب الفقير اللي الضعضع راح على الفاضي هيك عين سبب، وبيقولوا عنا نحن إرهابي. وين الإرهاب هذا؟ ما الله ما حد زرع الإرهاب إلا هني. اللي بيشتغل هالشغل هذا هو الإرهاب. إرهاب؟ هذا اللي بيشتغل هالشغل بطب الهوايا المعركة. إلا عدو طب البراميل، عدو طب الصواريخ، هذا هو الإرهاب. هذا هو الإرهاب. الطيران ما عبدش. أنا مرة عدى علي نهار كامل، عديت 18 برميل نزل في الضيعة. 18 برميل نهار كامل. سوار بجبل 40، روحوا قابلوهم روحوا. عم يستقوا عليكم؟ عم يستقوا علينا. أنا بشهد أمام الله في محكمة أمام الله، يا هالضيعة هاي ما طلعت منها طلقة. واللي بيقول لك طلعت منه طلقة لك هذا كذاب، هذا دين محمد بريء منه، ما طلعت منه ولا طلقة. المعركة فوق بالجبل، كل شيء بالجبل فوق. في عندك وين؟ بس بدنا ندمر الضيعه. شلون هون حارات القديمه لسه هون؟ فعلا انت دخلت شي لجوا؟ لا تعال تفضل معي. هون حارات من 1000 سنه. كيف هاي كلها قديمه؟ هون كله قديم. هذا كله قديم سابقا، هاي كلها من سنين، ما من آلاف السنين. يعني هلا هاي الضيعه بدك تعتبرها بدها تنقلي خريطتها كلها عن جديد. ايه طلعت هوني بيت ارهابيين، ما في حدا هذا البيت. اهله عافوه ومشوا هوني كله هون. ليك صور بدهم يعملوا المؤتمر جنيف بنص الشهر الجاي، بدهم يعملوا مؤتمر جنيف 2. بدي اشوف بقى هالمؤتمر ايش بده يطلع منه. خلي هالمؤتمر هيك يشوفوا هالمؤتمر. هذا مؤتمر هون عندنا مؤتمر جنيف 2. فرج هذا العمار القديم. ليك فرج هذا كله عمار من آلاف السنين. هذا هو
مدوي. كيف؟ هذا مؤتمر جنيف 2، خلنا نشوفه مؤتمر جنيف 2 انه ايش عم يسوي يا عالم. هذا وي. قديش عمرها هاي البيوت اللي هون؟ هاي وينك؟ هاي نحن ما بنأكدها الا من عند الكنا صغيرين، ابن اولاد 10 سنين بنأكد هاي بيوت قديمه سابقا قديمه، ويمكن عمرها فوق ال 200 سنه. هيك على ما اعتقد يعني. هاي كلها كانت مسكونه؟ كلها هاي كانت مسكونه، هاي دور قديمه هون، دور قديمه. ليك شوف هاي هون، ليك على هاي كلها كانت مسكونه هاي. لك هلا المشكله وين المشكله؟ هلا هاي لو في شوارع ربما بالايام تنبنى، بس بدها يعني دور اللي ما انضربت بالحاويات اذا ما شقوا شوارع جديده عن حقه حقيقه، شارع من هون وشارع من هون وعلى الغرب وشارع وعلى القبل الشمال ما بتنبنى، يعني دور اللي ما انضربت بدها تنشال بالشارع مستقبلا. يعني الضيعه، هاي الضيعه انقلب هيكله خريطه كلها بالكامل. يعني ولا 2000 3000 عائله بقى لها مأوى. والعالم باكي رايحه وبيضربونها بالحاويات. وبيقول لك سوار في الضيعه. تفرج هوني. ليك؟ انتم الضيعه شباب؟ نحن هون مرابطين على الجبل. صخور الشام. صخور الشام. اشو قلت لك انا؟ قلت لك انا بقسم قسم يمين بالله. لو في مقاومه في الضيعه لك في، والله ما في مقاومه، السوار كنهني على الجبهه والابضاي روح يدحن فيهم. الزلمه يدحن فيهم. والله اذا بدي اقول لك نجعل مقبرته هون في جبل زابي، والله عد ندفن واحد منهم مشان ما ينسوا الارض، يدشوا السوار يدشوا لنا الكلاب خلينا ياكلوهم. لانه بينسوا الارض، لانه هن نسين. هذا مع الحال، هذا الكلام اللي انا حكيته. لانه حرام يدفنوا في الارض. هذا مسك كان في الضيعة. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك حجي؟ ايش صاير هون عندكم بالضيعة حجي؟ ايش بتحكي لنا؟ ايش بتحكي لنا ايش صاير هون بالثلاثة؟ ما انك شايف ايش صاير؟ ما انك شايف هالبراميل؟